ده كان يعني جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطنين في بني سويف في مطلع هذا الأسبوع، والقرارات أو التوجيهات اللي تحدث عنها الرئيس في هذه الكلمة. في هذه الكلمة كان في جزء مهم جدا، وهو الحديث زي ما احنا سمعنا دلوقتي عن الزراعة وعملية التنمية في الزراعة عن طريق تقديم بعض التسهيلات للمزارعين وكل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بهذا القطاع أو بهذا المحور. يمكن حتى وإحنا في أول الحلقة كنا بنتكلم على مشكلة البصل، وإزاي إنه ممكن تبقى في سلعة بسيطة بنتعامل معاها بشكل كده يومي عادي جدا زي البصل، ممكن يكون بسبب إجراءات غير منظمة تؤدي إلى مشكلة زي اللي شفناها في الأيام اللي فاتت. طيب الضيوف اللي هيكونوا معانا في الاستوديو النهارده في هذه الفقره، وضيوفنا الكرام دكتور احمد ابو اليزيد الاستاذ بكليه الزراعه بجامعه عين شمس، والدكتور علي اسماعيل مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه الاسبق. اهلا بحضراتكم، منورنا في كل الزوايا. اولا برضو خلوني ابدا من هذه الكلمه لسياده الرئيس، وحضراتكم متخصصين ومراقبين لما يخص هذا القطاع، ما هي أهمية هذه القرارات التي تحدث عنها الرئيس في كلمته؟ بأبدأ بدكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الواقع القائد الرئيس حينما تحدث عن نقطة مهمة جدا ذات صلة بالزراعة، هو تناول من هو عصب الزراعة. عصب الزراعة في مصر هو الفلاح، والفلاح القرارات اللي تناولها القائد الرئيس هو بيتكلم على أهالينا المزارعين اللي عندهم عسرة أو تعثر في القروض اللي واخدينها من البنك الزراعي، وإزاي نرفع عنهم الغرامات، وإزاي نرفع من الكاهل بتاعته أعباء التمويل. لأن احنا طبعا سيادة الرئيس احنا بنعاني، كل العالم بيعاني من تضخم، ومصر جزء من العالم، وبالتالي هو يراعي أن يرفع من على كاهل أهالينا المزارعين الفلاحين ما هو له علاقة بآليات التمويل عشان يعرف يجيب مستلزمات ويزرع. وبالتالي سيادة الرئيس ركز على النقطة دي، بل لما نكمل باقي الحديث القائد الرئيس اتكلم على نقطة مهمة جدا، إن في خطة للدولة لإضافة 4 مليون فدان. 4 مليون فدان عشان يعمل استدامة لوطن واستدامة لقطاع الزراعة اللي هو عصبه أهالينا في الريف، أهالينا المزارعين، عشان الأجيال القادمة تلاقي فرص عمل. عشان كده سيادة الرئيس تناول في الحوار أن أنا بضيف في خطتي 4 مليون فدان، لو هنقول أن كل فدان هياخد نص فرد بفرصة عمل مباشرة، يبقى أنا كده بوفر 2 مليون فرصة عمل مباشرة لأبناء أهل الريف. طيب الأربعة مليون فدان دول، نعم، يا دكتور علي إزاي هيتم إضافتهم في الفترة القادمة؟ يعني يمكن أنا طبعا يعني استكمالا لكلام أستاذنا دكتور أحمد، هي احنا سيادة الرئيس أوجه لنقطتين مهمين جدا في الخطاب، وده حاجة مهمة جدا، اللي هي البنك الزراعي المصري إن هي النهاردة تجدول الديون، ثم هيئة التعمير وإعفاء غرامات التأخير على المتعثرين اللي هم لحد سنة 2024. هذا كلام مهم جدا. ليه؟ ما هيئة التعمير مرتبطة بمنظومة استصلاح الأراضي، والناس اللي بتشتغل في الصحراء لهم ظروف خاصة، فممكن تكون دون مشاكل بعض المشاكل. فطبعا هو الحس الوطني لهذا الجزء، إن النهاردة كل الناس اللي عندها تعثر في سداد مديونيتها لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير تتعافى من غرامات التأخير وتجدول المديونية فيها. ليه؟ لأن أنا يهمني إن أنا يبقى عندي زي ما قال كده استصلاح لأربعة مليون فدان، لأن ده تارجت كبير للدولة المصرية، إن أنت بتنقلي مصر من يعني كانت المساحة الزراعية لمصر في الستينات كنت بتتكلمي في 5.5 مليون فدان. النهارده مع بدايه كانت في بدايه حتى الثوره كنا احنا بنتكلم في 8.2 مليون فدان. النهارده الرئيس عايز يوصل لكام؟ ل 12 مليون فدان باضافه 4 مليون فدان، لان في استقطاعات من الاراضي الزراعيه وصلت لاكثر من نص مليون فدان. فانت النهارده ازاي تعملي ال 4 مليون فدان وازاي تحافظ عليهم؟ فبقى هناك مجموعه من المشروعات الكبرى
اللي بتلف مصر من الجنوب الى الشمال. يعني انت عندك توشكا وشرق العوينات على خط في جنوب مصر مع السودان، عندنا بنطلع فوق في الوادي الجديد وبناخد الوادي الجديد في مجموعه من المشروعات، ثم نصل الى الدلتا الجديده وده في غرب مصر، وطبعا دي في حدود المحافظات الدلتا، ثم عندنا مشروع تنميه سيناء وده في 465 الف فدان، الدلتا الجديده فيها حوالي 2 مليون فدان، توشكا بقت 700 الف فدان، وشرق العوينات 300 الف فدان. فانت بتعملي مشروع كبير، الدوله بتصرف النهارده استثماراتها في هذه المشروعات تعدت 700 مليار جنيه.